على الأرض أن يصنعوا صورة الوحش الذي كان به جرح السيد، وعاش وأعطى أن يعطى ربعا لصورة الوحش حتى تتكلم صورة الوحش، ويجعل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش يقتلون. فإن عدد الإنسان وعدده 666. ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل سيار ومعه 144,000 له اسم أبيه مكتوبا على جبهين، وسمعت صوتا من السماء كصوت مياه كثيرة وكصوت رعد عظيم، وسمعت صوتا كصوت ضاربين بالكسارة يضربون بكسارتها، وهم يترنمون كترنيمة جديدة أمام العرش وأمام الأربعة الحيوانات والشيوخ.